اهلا ومرحبا بكم في الحلقة رقم 21 من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك. هو حضرتك يا دكتور ليه ما فكرتش تاخد ستيرويدز او تعمل لنفسك ستيرويد سايكل مع كل الكم المعلومات الهائل اللي عند حضرتك؟ ده السؤال اللي سأله لي احد اصدقاء الصفحة وانا بتمرن الاسبوع اللي فات في الجيم. انا قررت ان الرد بتاعي يكون عن طريق اليوتيوب شانل عشان اكتر عدد من الناس يستفيدوا من اللي انا هقوله دلوقتي. رقم واحد، لما يكون عندك حد من اصحابك كان بيتمرن معاك كل يوم وكان بيعمل معاك الدايت وكل حاجة وكنت بتاخده من بعض المكملات وانت ما تعرفش ان هو بياخد ستيرويدز، وتكتشف في الاخر ان هو مات عن عمر يناهز 23 سنة بسبب الستيرويدز. هو مات ايام انا كنت في الجامعة، فدي مصيبة مصيبة ان حد في السن الصغير ده، خصوصا جسمه كان كويس جدا وكان ممكن في ايام يوم من الايام يبقى مستر فيزيك. مستر فيزيك عشان شكله كان مقارب جدا لفرانك زين، بالخطوط الحلوة بالسيمترية، مفيش بالك، كل ده. فلما حد يموت من أصحابك اللي أنت بتتمرن معاهم وتعرف إن هو مات بعد كده من والدته إن هو كان بياخد ستيرويدز، ابتديت أقرأ بقى عن موضوع الستيرويدز، ابتديت أقرأ ستيرويد انسايكلوبيديا، ابتديت أقرأ في المجالات المختلفة، ابتديت أقابل ناس كتيرة تاخد ستيرويدز وابتدي أشوف الستيرويدز دي بتعمل إيه في جسم الإنسان. رقم اتنين، لما يكون عندك مدرس او استاذ في الجامعة ويقولك ان كل انسان عنده الجين بتاع السرطان وان الجين بتاع السرطان ده كامن ومحتاج ان هو زي البوجي بتاع العربية محتاج يتلمع، يعني محتاج محفز معين علشان ينشط في الجسم، وتبقى حضرتك عارف لا قدر الله ان انت لو خدت ستيرويد ممكن يجيلك سرطان، او ممكن انك تتعرض لستريس ويجيلك سرطان، ممكن من التلوث، ممكن كل حاجة، يعني في حاجات أسباب عديدة ممكن تجيب لك سرطان. عاداتك الغذائية اللي مش صح، إنك أنت مش محافظ على لياقتك البدنية، كل ده. وكمان تاخد بقى ستيرويدز، يعني أنت عايش في مصر مع التلوث وناس كتيرة ما بتعملش رياضة والعادات الغذائية بتاعتها مش كويسة، وكمان تاخد ستيرويدز، ممكن ده يوم ملمع لك الجين بتاعك بتاع السرطان، ولا قدر الله ربنا يعافينا ويعافيكو يجي لك سرطان بعد كده. ده رقم اتنين. طب ورقم ثلاثة، ازاي الواحد يفكر وهو مش محترف انه ياخد ستيرويدز؟ اول حاجة، انت بتفضل على الاقل 3 4 سنين ما بتعملش حاجة غير انك انت بتتمرن وبتاخد مكملات بس. بعد كده تقعد تغير في النظام الغذائي بتاعك وتقعد تغير في النظام التدريبي بتاعك لغاية ما توصل لأعلى سقف ممكن ان انت توصله بالتمرين، ده ما بين 5 ل10 سنين. بعد كده تبتدي تفكر انك تاخد ستيرويدز لو انت هتحترف اللعبة، لو انت عايز في يوم من الايام تبقى بطل كمال اجسام على المستوى العالمي وتنافس زي ناس زي روني كولمان وجاي كاتلر وفيل هيث وكل الناس دي، ساعتها تبقى تفكر تاخد ستيرويدز. بس لكن انت تاخد ستيرويدز عشان تعمل بيهم فورمة بلطيم ولا فورمة هاسياندا ولا فورمة مراسي ولا عشان تاخد صور توبلس ولا تعمل اعلانات، هي دي طبعا حاجة ترجع لك انت. بس انا مش عارف انت احساسك هيبقى ايه في يوم من الايام لما تكتشف لا قدر الله ان انت جالك سرطان عشان انت خدت سايكل ولعبت في الهرمونات بتاعتك، الكوليسترول زاد، ال LDL اللي هو الكوليسترول الوحش زاد، ممكن يجي لك تصلب في الشرايين، ممكن يجي لك مشاكل في الكلى والكبد، ممكن طبعا كمان يجي لك سرطان. هل الحافز اللي انت هتاخده بكم اللايكات اللي انت هتاخده على صورة البروفايل بتاعتك او الاعجاب بتاع البنات، هل ده يساوي انك انت تروح تاخد ستيرويدز وتعمل الكلام ده في نفسك؟ ما اعتقدش. اخر حاجة، ودي برضو نقطة مهمة قوي، حضرتك شايف ان الستيرويدز اللي موجودة في مصر دي الجودة بتاعتها اخبارها ايه؟ ايه اللي يضمنك ان الستيرويدز اللي بتيجي البلد هنا بطريقة مهربة وغير شرعية؟ تعرفين طبعا ان الستيرويدز غير مرخص بتداولها في مصر. الستيرويدز دي بتيجي من مصانع تحت بير السلم او تكون فرز ثالث او حضرتك بقى بتحقن ده جوه جسمك. ما انتش شايف ان في ده خطوره انك انت بتشتري حاجه غير مضمونه وتحطها جوه جسمك؟ ممكن يكون فيها ميكروب يجي لك تسمم في الدم، ممكن انها تعمل لك مصايب. هل في حاجه ممكن تستاهل ان انت تغامر بصحتك؟ انا ما عنديش مشكله انك انت تلعب كمال اجسام او تلعب فيزيك او تعمل رياضه، تاخد مكملات غذائيه، تاخد حاجات خالية من المنشطات والمواد الممنوعة عالميا لو انت بتنافس في بطولات وألعاب قوة وكل الكلام ده، بس انك انت تاخد ستيرويدز وتغامر بصحتك وانت اساسا كده ولا كده مش بتفكر
او ما اتمرنتش كفاية عشان توصل لاخرك في تمرينك وجسمك واكلك ونظامك الغذائي ونظام المكملات وتفكر تاخد ستيرويدز، ده ما ينفعش. ما ينفعش ان انا اقابل ناس في الجيم بيكون عندهم 16 و18 سنة وبياخدوا سايكلز وبياخدوا تستوستيرون وبياخدوا انتي استروجين وبياخدوا كل الكلام ده. في السن ده ما حدش بيفكر ان ياخد ستيرويدز. ممكن لما سنك يعدي 60 سنة او 65 سنة تعمل حاجة اسمها هرمون ريبليسمنت ثيرابي، يعني انت بتاخد هرمونات بنظام معين علشان تحافظ على المستوى الهرمونات بتاعتك، بس ده يبقى بغرض المحافظة مش انك انت تطور من الاداء الرياضي بتاعك. اخر حاجة عايز اقولها لكم، الناس اللي بتاخد ستيرويدز معظمها بيبان عليها عشان المستقبلات بتاعت الستيرويدز بتشتغل اكتر على النص الفوقاني بتاعت الجسم، عشان كده ناس كتيرة لما بتاخد ستيرويدز بيبقوا واقفين على سلكات سنان مش رجلين، يبقى جسمهم من فوق ضخم جدا. دي من الحاجات العلامات اللي ممكن تخليك تبص جنبك وتكتشف ان الراجل اللي جنبك ده ممكن يكون احد الاسباب ان رجليه رفيعه وغير متناسقه مع النص الفوقاني ان هو بياخد ستيرويدز. يا ريت يا جماعه قبل ما تفكروا تاخدوا ستيرويدز فكروا في الخطوره بتاعتهم، فكروا ان ده ممكن ينهي حياتك، ممكن يخليك بعد لما انت كنت قوي ويافع وبتشيل اوزان في الجيم ممكن ينتهي بيك المطاف انك تبقى طريح الفراش وما بتتحركش. كمان حاجة، لما تاخد ستيرويدز العضلة بتاعتك بتكبر، ممكن القوة البدنية بتاعتك بتكبر، الاستحمال بيكبر او بيكتر، بتبدأ تعرف تستحمل اكتر، بس للأسف الشديد الاربطة النمو بتاعها والقوة بتاعتها ما بتزيدش بنفس السرعة والمعدل، عشان كده ناس كتيرة بتتمزق، ناس كتيرة الاربطة بتاعتها بتسلم نمر، اذا كان بتعمل سكوات او عملت حركة معينة او شالت وزن معين الاربطة بتاعتهم اتفرتكت، كل ده عشان الاربطة ما قدرتش انها تتحمل النمو العضلي السريع. تابعوا معانا الحلقات الجاية، مستني الاسئلة بتاعتكم، هاشتاج اسأل الدوك واشوفكم على خير ان شاء الله.